دكتور طلال الصغير في الإدارة التربوية، مقيم في فنلندا ولبنان، في إقليم كردستان بحلبشة، مع الخبير أزادي بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختاروا لنظفكم فإن العرق دساس. أنت في بجينات العائلة حد يعني في عنده الجينات. دكتور طلال الصغير في الإدارة التربوية، مقيم في فنلندا ولبناني، الآن بزيارة ما بعرف الخبير ولا العالم ولا الطبيب ولا المبدع أو الذكي أو المنطقي، ما بعرف. اليوم شفنا تجربة حقيقة مميزة جدا. خليني أقول الخبير حتى نختصر، خبير لأنه طلع من خبراته تجارب جديدة. نحن بنعرف الشجر جذوره بالأرض، ويأخذ الغذاء من الأرض ومن الماء من الأرض، بس يأخذ من الفرع. فهذا تجارب عملة مع أشجار، وتجارب في الثمار، مع ليمون شامي لسفرجل إلى العنب. تجارب حقيقة ما بقدر أوصف التجربة اليوم قديش هي جميلة. أعطتني فكرة، وأنا ممكن أجيت سريعا، قلت له أنا دائما بعرف الإبداع فيه لا تبرير منطقي، بس إبداع الحج في بقلبه منطق، ركب المنطق مع الإبداع. يلي بده يشوف المزيج مع بعضه يجي لعند في إقليم كردستان بحلبشة مع الخبير أزادي بإذن الله تعالى. إن شاء الله لازم هالخبرات ننقلها لمكان آخر، يعني نستفيد إن شاء الله. وأنا شو قادر نحن نستفيد من خبراتك، إن شاء الله حوصل الصوت لمن أثق أنه هو حيستفيد منك إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، هذا بميزان حسناتك إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله الله يحفظكم يا رب. أنا كتير مبسوط يا حج، والله كتير مبسوط. أنت تثبت الحجة أنه الشهادات الورقية مش هي الأسباب النجاح. سبب النجاح أنت بذاتك، طلعت قدرة. أنا أول ما شفت قلت له ذكي. ليش قلت ذكي؟ لأنه نحن هدول بيدرسوه ولا حتى يعملوا مثله. أنت بدي أسألك، والدك علمك؟ لا والله. مين كيف؟ شفت الناس؟ people بلا من خوم هدل من علي وهاي نومه. ويسج الأخوة بزيابي فيديو كان بس الذهاب هزار آخر. التجارب الشخصية. التجارب الشخصية. نعم. بس هو بداخله شيء، في طموح، في صفات شخصية جميلة اكتسب ممكن بالنسب، اكتسب بالجينات، إنه يكون عنده طموح، يكون عنده رؤية، يكون عنده حب العلم، هواية. لأنه ممكن الولد ما علمه الوالد، بس هو اكتسب من الجذور. أخذت الجذور. قال: اختاروا لنظفكم فإن العرق دساس. أنت في بجينات العائلة حد يعني في عنده الجينات العلمية. الله يفتح عليك يا رب ويفيد فيك بإذن الله تعالى. إن شاء الله.